استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مجلس سموه الأسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء والأعيان وأعضاء مجلسي النواب والشورى والبلديات وعدد من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعدد من أفراد المجتمع. من جهتهم أعرب الحضور عن سرورهم وتقديرهم لمجلس سموه العامر، مشيدين بحرص السمو على الالتقاء بالمواطنين والسير على تكريس قيم الآباء والأجداد والحفاظ على الروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة، ومنوهين بجهود سموه في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة الموقرة من سعي متواصل نحو مستويات أفضل من التنمية والخدمات وتأمين الحياة الكريمة للمواطن.